عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير وليداتكم؟ اجواجكم كلشي هاني؟ اليوم ما كاين لا فيديو داكسيو لا حتى شي حاجه. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفرحه ديال المغاربه ديالنا اليوم اللي ربحوا ورفعوا راسنا الفوق. والتحيه للمغاربه كاملين منين ما كانوا، كنشكرهم واللي رفعوا راسنا الفوق، وكنطلب الله يكون المزيد يزيد يعطينا شي حاجه اكثر عاوتاني. ورانا فرحانه وبغيت نشارك معكم هاد الفرحه ديالي، وهنا لابسه الخضر ولابسه الاحمر زعما محتفله. كنشكر المغاربه كاملين منين ما كانوا، وتحيه لكم. والله يخلي لنا المغاربه ديالنا. انا كتعجبني الكره حيت ولدي هو كان يلعب الكره، وعلى داك الشيء انا كنبغي الولاد هادو اللي كيربحوا كلشي كيلعبوا الكره بحال راهما بحال الوليدات ديالنا، مي كيربحوا هما راه صحنا بحال اللي حنا صحنا كنربحوا. وشكرا للبنات، وانا كنقدم لكم هاد الطويبله البسيطه اللي عملت. نوريكم شنو عملت هانتوما، هانتوما الراية المغربية. عاش الملك، عاش الملك محمد السادس، الله يخليه لنا يا ربي ويطور به في العمر ديالو، ويخليه تاج فوق راسنا، وربي يشافيه ويبعد عليه أي حاجة خايبة. ودابا كنشارك معكم هاد الطويبلة، هانتوما شنو وجدت، هانتوما. كنتمنى الله يعجبكم هاد الطبلات ديالي، وجيت حطيت هاد الفرطة ديال التفاح، وجيت هاد الكاطو زعما رانا محتفلة. وهادي عاوتاني تا هي حليوة هنايا صابلي. إيوا كنتمنى الله تعجبكم هاد الطبلات ديالي، وهانا لابسة الأخضر والأحمر. يلا البنات انا نكب لكم اتاي، انتم المتتبعين ديالي اللي كيتابعوني، وهذا النهار مميز وغادي يبقى تاريخ المغاربه اللي رفعوا راسنا. الله يخليهم لنا يا ربي ويخليهم لنا تاج فوق راسنا يا ربي. يلا مع السلامه الى الفيديو اخر. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ورانا سمحوا لي اخوتي رانا مي كنقابل الكاميرا بحال شي واحد مقابلني، كان كاع الكلام كيتلفوا لي، كيكون عندي بزاف ما نقول ومي كنقابل الكاميرا كلشي كيمشي لي. يلا كنتمنى تقبلوا على هذا الفيديو اللي عملت لكم، وشكرا مع السلامه، وتحيه للمغاربه مره اخرى.